نروح لحلقتنا النهارده، حلقتنا مليئه بالابطال زي ما قلت لحضراتكم. عندنا فرقه منتخب الحقيقه حقق انجاز كبير جدا جدا، واحنا الحقيقه في برنامج الابطال كنا دايما متابعينهم ودايما شايفين المجهود اللي بيبذل في هذا الفريق، الا وهو منتخب مصر للكره الطائره جلوس. كان بيلعب بطوله العالم في الفتره من 1 ل 12 نوفمبر الحالي، اتلعبت في البوسنه والهرسك، والحقيقه حققوا انجاز رائع، انجاز تاريخي، الحصول او وصولهم لدور قبل النهائي وحصدوا المركز الرابع مع ضيق الامكانيات الحقيقه، وكان الاعداد قليل، ولكن هو ده المصري، هي دي الاراده، هي دي التحدي. النهارده هيكونوا معانا ابطال الفريق، وهيكون معانا رئيس البعثه، وهيكون معانا كمان المدير الفني اللي هنرحب بيهم، بس لازم اشير اليه هذا الانجاز الكبير. وزي ما قلت لحضراتكم احنا برنامج الابطال دورنا ان احنا نحط الضوء على هؤلاء الابطال الحقيقه كتبوا اسمائهم من ذهب. العالم كله كسبوا هولندا، كسبوا كندا، كسبوا المانيا، كسبوا فرق كبرى في هذه الرياضه. مش كده بس، عندنا في بعض اللاعبين حصلوا على كؤوس فرديه. فاذا هو انجاز ما بعده انجاز، وكان لازم يكونوا النهارده معانا. اي نعم هم ليسوا فريق في النادي الاهلي او ما فيش لعيبه منهم في النادي الاهلي، ولكن اسم مصر هو الاسمى، منتخب مصر هو الاساس. النهارده خلينا ارحب بضيوفي، خليني ابتدي طبعا برئيس البعثه الحقيقه اللي كان ليه دور كبير جدا ورسم السياسات، وكان ليه كبير دور كبير في مؤازره هذا الفريق. برحب بالدكتور عادل عرفات، اهلا بيك يا دكتور رئيس البعثه. اهلا وسهلا استاذ عاصم، اهلا وسهلا قائد النادي الاهلي، والف مليون مبروك. ده النهارده قناه الاهلي منوره بيها، ربنا يخليك يعني شرفنا، والف مليون مبروك. اشكرك، الله يبارك فيك حبيبي. بنرحب طبعا بالكابتن محمد رؤوف المدير الفني صاحب طبعا هذا الانجاز فنيا، اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا استاذ هيثم، واهلا بكل رجاله النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي. منورنا يا كابتن. شكرا يا فندم، والله يخليك. نروح على اللعيبه طبعا اصحاب هذا الانجاز، كابتن هشام صلاح اللي برحب بيه، اهلا بيك كابتن هشام. اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا، والف مليون مبروك على هذا الانجاز الكبير. ربنا يخليك، ده نور حضرتك وكل القناه. بنرحب بالكابتن السيد موسى نجم الفريق، وطبعا من احد اللاعبين اللي كان ليهم دور كبير، الف مليون مبروك يا كابتن. ربنا يبارك فيك يا كابتن، ومتشكرين جدا على الاستضافه الجميله دي من النادي الاهلي. ده احنا اللي بنشكركم على طبعا هذا الإنجاز الكبير اللي شرفتوا بيه مصر كلها. الحمد لله رب العالمين.